كالعادة كل يوم بيكون عندنا ملخص لأحداث المسلسلات اللي حصلت امبارح. الحلقات السادسة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان كان فيها أحداث مشوقة، خصوصا الكبير قوي في الجزء الثامن، مسلسل بابا جه الفنان أكرم حسني وإمبراطورية ميم للنجم خالد النبوي. دلوقتي هنشوف أهم أحداث هذه الحلقات. الحلقات السادسة من المسلسلات الكوميدية والاجتماعية في دراما رمضان شهدت أحداث مشوقة. نبدأ بالكبير قوي الجزء الثامن، حزلقوم بيجتمع مع مربوحة ونفادي وهجرس وطبازة والعترة للتخطيط لسرقة البنك على طريقة المسلسل الأسباني لكازا دو بابل، وبيختاروا الأسماء الحركية راس صدر والمرج والسنبلاوين. أنا اللي غيرت صوتي وبعت لكم الرسالة الصوتية وضحكت عليكم. يا مش هسافر. انت اللي كلمتني بصوت طمطم. شاهدت الحلقه السادسه من مسلسل امبراطوريه ميم للنجم خالد النبوي شروع خالد النبوي في كتابه رسائل لزوجته الراحله ميسون، واللي بيحكي لها عن اللي بيحصل بينه وبين اولاده، وبيتطرق معاها في الرسائل لادق التفاصيل. في مشهد تاني بيجتمع سكان وجيران مختار ابو المجد في منطقه المعادي، وبيتناقشوا ويحسموا موضوع بيع بيوتهم، لكن بيحصل بينهم اختلافات في الاراء، فبعضهم عاوز يبيع والبعض التاني رافض. كل الارقام اللي بيعرضوها أقل من قيمة المتر في المنطقة، علينا إحنا بقى نعمل إيه؟ ناخد بالنا. شاهدت أحداث الحلقة السادسة من مسلسل عتبات البهجة تأكد بهجة من إن عبد البديع أو هشام إسماعيل بينصب عليه في أموال السنتر، وبتحاول منال مع بهجة علشان يسامح زوجها عبد البديع، وبتطلب من بهجة إدارة السنتر بنفسه. أيضاً شاهدت أحداث الحلقة اكتشاف بهجة إن صديقة حفيدته هي اللي ورا ابتزاز حفيدته جميلة بسبب صورتها غير اللائقة اللي انتشرت، وبيطلب من والدها إنها تبعد عن حفيدته. الفلوس هتبقى جاهزة إمتى؟ يومين ثلاثة بالكتير ويبقوا عندك يا باشا. كويس، عشان أخلص من وشوش العكرة دي. أنا عكرة؟ لا لا لا، يعني أنا ما يقصدكيش. إيش حل لو ما كانش ابن ابنك بيجري ورايا عشان أبيع له بضاعته؟ لا وإيه كمان؟ ده عايز يعمل معايا شغل. شهدت الحلقة السادسة من مسلسل بابا جه تسارع في الأحداث بعد ما خاض ياسر مهمة جديدة بدل من هشام أو أكرم حسني. هشام حضر عيد ميلاد ابنة شقيق زوجته، ووافق ياسر على طلبات الشاب زياد اللي كان قاعد معاه في البيت، وبيروحوا الحفلة من الحفلات اللي اتعملت في أحد المدارس. أفرجك عليه على الشاشة الكبيرة قوي اللي عندي الـ 8K، كأنك قاعد في الاستاد بالظبط، وممكن تنزل تسلم على الحكم لو عايز. شاشة إيه الكبيرة اللي عندك؟ أنا أول واحد فرجني على الدوري الإنجليزي هو اتش ليفربول ومانشستر يونايتد واي سي ميلان. اي سي ميلان ده انجليزي برضه؟ ما هي شاشه كبيره بتجيب كل حاجه. الحلقه السادسه من مسلسل كامل العدد بلس 1 شهدت مشهد كوميدي اصيبت الفنانه دينا الشربيني اللي بتجسد دور ليلى، والفنان شريف سلامه اللي بيجسد دور الطبيب احمد مختار واولادهم الثمانيه بقمل الراس. وقامت الفنانه ميمي جمال اللي بتجسد دور فوزيه باتباع مجموعه اجراءات وخطوات بسيطه للتخلص من القمل بطريقه طبيعيه، وطلبت منهم جاز ابيض عشان يحطوه على شعرهم. انت عارف احنا ممكن نعدم مين؟ اوه فبالعقل كده يا حبيب قلب امك، تعالى اتفلى بدل ما قبلنا يوصل ليفربول وفضحتنا تبقى بجازك. الحلقه السادسه من مسلسل صدفه شهدت احداث كتير. أمين أو هشام منصور راح لزوج أخت صدفة رشدي الشامي علشان يفهم منه إزاي وإمتى اتجوز من صدفة ريهام حجاج، وهنا بدأ رشدي الشامي يكذب عليه وادعى إن صدفة هي اللي كانت بتغزله بالكافيه، ده غير إنها استلمت منه 300 ألف جنيه كمهر وباتت معاه ليلة كاملة يوم زفافهم. طب هو كذاب وضلالي ماشي، طب الورقة دي بقى هتقولي عليها إيه؟ والعلم انت يوميها كنت راجعه البيت بالليل واحنا كلنا نايمين ومحدش حس بيك. لا وخبيتي علينا وفضلتي مكتمه على الموضوع لحد الاعلام مجال. ما تجيلنا في السالك يا صدفه وترسينا على الزتونه في ام الحوار ده. سالك وزتونه ايه يا واد؟ بتتكلم عدل مع خالتك. بقول لكم ايه؟ عشان انتوا كده شكلكم عايزين تسمعوا اللي يرضيكم، وانا ما عنديش كلام غير اللي انا قلته.